الآية الكريمة ولكل أمة أجل، كل أمة لها أجل ينتهي أجلها، إما أنها استقامت أو انحرفت، إما أنها حملت رسالة لأمم الأرض أو أنها استغلت واستعمرت ونهبت وسلبت. هذه الآية ولكل أمة أجل تبعدنا عن اليأس، تبعدنا عن القنوط. الحقيقة أن تتالي النكبات في العالم الإسلامي أورثت العالم الإسلامي ثقافة أنا أسميها ثقافة اليأس، ثقافة القنوط، ثقافة الإحباط، لكن الله سبحانه وتعالى أنعشنا إنعاشات عديدة. هذه الإنعاشات أراد الله من خلالها أن يبين لنا أن يا عبادي أنا موجود، لا تقنطوا، لا تيأسوا. قلة قليلة انتصرت على رابع جيش في العالم أو على أول جيش في المنطقة، ولا يملكون إلا أسلحة بسيطة جداً، فهذه جرعة منعشة. بلد علماني كتركيا، علماني يحارب الدين إذا هو بلد إسلامي، هي جرعة أخرى. انهيار النظام العالمي مبني على الربا في العالم الغربي هذه جرعة أيضاً. في جرعات منعشة الله عز وجل يكرمنا بها لأنه أراد من خلالها أن يقول لنا لا تيأسوا، لا تقنطوا، أنا موجود، الأمر بيدي. لكن هذا الإيمان أي إيمان؟ الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، الإيمان الذي ينتهي بافعل ولا تفعل، الإيمان الذي يدفعك إلى أن تلتزم منهج الله عز وجل. لذلك أقول هذه الكلمة وحقيقة هي دقيقة، ما من طاغية على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا ويوظف الله طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين، من دون أن يشعر ومن دون أن يريد وبلا أجر وبلا ثواب. فلذلك الطغاة أحياناً يدفعون الناس إلى باب الله، يدفعونهم إلى التوبة، يدفعونهم إلى الصلح مع الله. فلذلك لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله.